ورحمة الله وبركاته. هذا رد للإمام المهدي المنتظر ناصر محمد اليماني على من أشاع بأنه قد أصيب بفيروس كورونا. كان الرد قد صدر بتاريخ 10 من شوال سنة 1441 للهجرة، الموافق 2 من يونيو لسنة 2020. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد بلغني إشاعة إفك المفترين وزورهم على فيروس كورونا أنه أصاب ناصر محمد اليماني من افتراء المرجفين الصادين، وهو مكر منهم. فتبسمت ضاحكا من إفكهم، كوني أعلم أن فيروس كورونا جاء ليصيب المعرضين عن أتباع الداعي إلى الله الإمام المهدي ناصر محمد اليماني، الذي يدعوهم لاتباع ذكر العالمين القرآن العظيم والكفر بما يخالف محكم القرآن العظيم. ويا سبحان الله العظيم أن يصيب به خليفة الله وعبده المهدي ناصر محمد اليماني. ألا والله الذي لا إله غيره، لو يصيب كافة البشر بفيروس كورونا لما أصاب الله به خليفته على العالمين الإمام المهدي ناصر محمد اليماني. فكن على ذلك من الشاهدين. ولئن أصابني الله بعذاب كورونا فقد بطلت آية التصديق للإمام المهدي ناصر محمد اليماني. فكيف يكون آية موعظة للمعرضين عن كتاب الله القرآن العظيم من ربهم بسبب إعراضهم عن كتاب الله القرآن العظيم، ثم يصيب الذي يدعو البشر على مدار 15 عاما؟ ثم بدأ العذاب العالمي يدخل في العيار الثقيل من بعد انقضاء 15 عاما، ومن عيار ثقيل إلى أثقل منه. فكيف أني أعلنت ما يسمونه فيروس كورونا عذابا عالميا من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون؟ وأعلنت أنه سوف يصيب كافة الدول الأعجمية والعربية من قبل أن تعلن به منظمة الصحة العالمية في بيانها الرسمي بأسبوع تقريبا. ووضعت نقاط التحدي لعلماء الطب أنهم لن يستطيعوا معرفة مصدر فيروس كورونا، وكذلك لم نعلنه مجرد وباء عالمي بل عذاب عالمي من صنف العذاب الأدنى لعلهم يرجعون. وكذلك تحديت علماء الطب أن يجدوا له لقاحا أو علاجا ولو اجتمعوا له، ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ونصيرا. وكذلك أعلنت أنهم لا ولن يسيطروا على وباء ما يسمونه فيروس كورونا. وكذلك أعلنت أنهم سوف يجدوا من مكر ما يسمونه فيروس كورونا ما لم يكونوا يحتسبون خارقا لفيزياء الطب، ويدرك ذلك علماء الطب المتخصصون الذين سوف يشاهدون عجب العجاب فيعلمون أن هذا جندي خفي مسير من لدن حكيم عليم. والسؤال الذي يطرح نفسه، بما أنها تحققت كل تحديات الإمام ناصر محمد اليماني والقادم أعظم على الواقع الحقيقي، فالسؤال هو: فما يدري ناصر محمد اليماني بذلك؟ فهل ناصر محمد اليماني دكتور بروفيسور في علم الفيروسات؟ والجواب: لست طبيبا يا حبيبي في الله، ولكن عندي علم كتاب الله القرآن العظيم، وأعلم من الله ما لا تعلمون.